هذا السائل يقول: رجل من المتقدمين له كتب نافعة نفع الله بها، ولكن له بعض الزلات في باب الأسماء والصفات وفي باب التوسل، فهل من الوسطية أن نقول محاسنه تغلب على سيئاته فلا تشهر بدعته ويترحم عليه أو لا؟ ما دام يغلب عليه الخير ويغلب عليه الحق هذا يثنى عليه ويبين ما عنده من الخطأ، يثنى عليه ويثنى على علمه ويبين ما عنده من الخطأ لئلا يخفى على الناس، يبين هذا. نعم.